السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو بسيط عن الأشياء اللي لازم نتجنبها وإحنا بنبعت السي في بتاعتنا لأي شركة. رقم واحد، لازم يكون الإيميل بتاعك بيعبر عن اسمك، بمعنى ما تكتب ليش إيميل مثلا اسمه king82، لا، ابعت إيميل اكتب الميل أدرس بتاعك، خش على شركة جيميل أو الجوجل يعني، واعمل إيميل سميه مثلا سعيد.الشايب@gmail. يبقى الايميل ببساطه انا لما اجي اقرا الميل ادرس هبقى عارف اسم الراجل اللي بعت الايميل ده. رقم 2، اي شركه هتعمل اعلان عن وظيفه ادخل على البروفايل بتاعها، شوف الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك، حاول تجمع معلومات عنهم، ما لهمش صفحه على الفيسبوك، شوف الويب سايت بتاعهم، شوف عنوانهم فين. ممكن قبل ما تبعت تكون الشركه دي سيف اسوان مثلا وانت راجل ساكن في القاهره ومش عايز تنتقل، يبقى ما تقدملش اصلا، يبقى انت جمع معلومات عن الشركه اللي رايح تعمل انترفيو فيها. رقم 3، لما تيجي تبعت السي في بتاعتك لاي حد منزل وظيفه حاول تجمع معلومات عن الشخص نفسه، يعني لو مثلا مدير الشركه او صاحب الشركه هو بنفسه اللي منزل الاعلان، ادخل على لينكد ان بروفايل بتاعه، دور على الفيسبوك بروفايل بتاعه، حاول تعرف معلومات عنه. ممكن وانت رايح تكون مجمع شويه معلومات تفيدك في الانترفيو، فان شاء الله تكون سبب ان انت تقبل. رقم 4، لما تيجي تبعت السي في لازم تكتب في السبجكت بتاع الايميل الوظيفه اللي انت مقدم لها، يعني مثلا انت راجل مهندس ميكانيكا اكتب فريش جرادويت ميكانيكال انجينير، ميكانيكال انجينير ويز 10 years experience مثلا ان اتش فاك، وات ايفر ايه الوظيفه اللي انت مقدم فيها اكتب في السبجكت ايه الوظيفه اللي انت عايز تشتغل فيها. رقم 5، وده المهم، ان انت لما تبعت السي في بتاعتك في ايميل لازم تكتب في البادي بتاع الايميل كفر ليتر بسيط عنك، انت مين، يعني عرفني انت مين، اكتب معلومات بسيطه كده عنك عشان تخلي الراجل الاتش ار او الراجل اللي بيشوف السي في بتاعتك يبقى متحمس ان هو يعمل معاك انترفيو. رقم 6، وديت مهمه، لما تكون مقدم في وظيفه وانت راجل حديث تخرج شوف ايه السكيلز المطلوبه للوظيفه ديت واعمل عليها هايلايت في السي في. كمثال مثلا الوظيفه ديت مهندس موقع، خلاص حاول تعمل هايلايت في السي في ان انت كنت في مشروع التخرج بتاعك، انت من ضمن الناس المسؤوله ان انت مثلا تنزل السبتيه وتتعامل مع الفنيين، فانا ابقى فاهم او الراجل ده مناسب ليه. طيب اخيرا، لما تيجي تقدم في وظيفه، لو هي مثلا وظيفه مهندس مكتب فني في مجال مثلا البومبس، مجال الفاير فايتنج، وانت راجل بتعرف تصمم فيها شبكات حريق، اعمل لي الحاق ببعض المشاريع اللي انت عملتها، حتى لو كان المشروع دوت كان الملفات بتاع مشروع التخرج بتاعك، حتى لو كان ديت رساله التخرج بتاعتك، ابعد قول لي انت عايز مهندس حديث تخرج وبيكون بيعرف في الفاير فايتنج مثلا، انا راجل مشروع تخرجي اصلا كان في الفاير فايتنج، ودي بص دي رسمه الكات بتاعتي، حط لي الكلام دوت في السي في. لما تكتب السي في في الاخر اعمل ايه، اتاشت 1 2 3، اقول له اتاشت السي في بتاعتي رقم 2، اتاشت مثلا شهاده التخرج رقم 3، اتاشت كذا، واخيرا حط سيجنتشر للايميل عشان لو الراجل ده عايز يعرف يوصل لك. ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق، وهيبقى في فيديو تاني هعلمكم فيه ازاي تقدر تبعت السي في بشكل احترافي ببرنامج اسمه مايكروسوفت ببلشر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.